لما ما يكونش نشوفوا باللي كانت عندهم عده مشاكل. نعم. المقابله اللي اداوها امام مارسيليا يعني مستوى عالي، ومقابله مثاليه 3-0 في الفيلودروم ماهوش بالسهل هذا. نعم، عطينا هدف مبابي الثالث. مبابي وميسي تفاهم كبير في مواجهه الامس. العلاقه فوق ارضيه الميدان اصبحت رائعة. لا ندري كيف هي خارج أرضية الميدان، ولكن على الأقل داخل أرضية الميدان. ميسي اللي وصل 700 هدف مع الأندية، 700 هدف و 284 تمريرة حاسمة. رونالدو يبقى متفوقا عليه 706 أو 709 باحتساب أهداف الدوري السعودي. نعم، ولكن ميسي ب 100 مباراة أو أكثر من 100 مباراة أقل من كريستيانو رونالدو. يبقى ميسي واحدا من أساطير اللعبة، أسطورة باريس سان جيرمان، يحطم كل الأرقام في الموسم الحالي. أسطورة باريس سان جيرمان، تعمل في نفسك واش أسطورة باريس سان جيرمان هذا؟ لا معهم سيزون أسطورة باريس سان جيرمان. أخويا أسمع، واش بالقميص راح حامل؟ واش بالقميص عمي واحد؟ سجلت 120 هدف في موسم وانس. قول يا قول يا سيدي. كاين صورة أخرى عطيني نشوف أسطورة ميسي. 672 هدف. أسطورة برشلونة السابق، علاش تقول أسطورة البي اس جي؟ نخلوا الحالي هذا كيموت. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا ما فعل مع البي اس جي حتى تقول بأنه أسطورة البي اس جي؟ خذا كأس العالم، خذاها مع برشلونة. علاش لعب مع برشلونة؟ خذاها مع برشلونة. برشلونة لا يلعب كأس العالم. معليش معليش، لما كان في أوروبا. لا يلعب برشلونة نادي. ما كانوش فائق الخير عليه. نذكرك بأنه برشلونة نادي وليس منتخب. نعرف نعرف. بالك أنا غلطت كي قلت لك كتب على جدران برنابيو غفر الله للجميع ما عدا كولو مواني. إلا كولو مواني. أسمع، أسطورة باريس سان جيرمان وصل إلى 700 هدف، أسطورة باريس سان جيرمان ليونيل ميسي. الذي يحقق ارقام اعجازيه مع باريس سان جيرمان. نعم ها، شوف محمد، الحق 700 هدف، 700 هدف كامل محمد. فاز 3-0 على مارسيليا بالامس، قدم تمريرتين حاسمتين وسجل هدف، واش يزدي مدلك اكثر من هكذا اسطوره باريس سان جيرمان؟ يا اخي العزيز، انا نعطي لك الان ميسي وارقامه مع البي اس جي. هذا مسجل 28 هدف في موسمين مع البي اس جي. عاود رجعنا الصوره فقط حمزه من فضلك، صوره سابقه. ماذا تريد أن تقول ميدو؟ شوف صورة سابقة وشوف العظمة والأسطورية وين كانت. 672 هدف بقميص برشلونة. بقميص برشلونة. مسجل أكثر من أندية. نعم. أسطورة برشلونة السابق، أسطورة باريس سان جيرمان الحالي. هذا الموسم ميسي سجل 12 هدف وقدم 12 تمريرة حاسمة مع نادي باريس سان جيرمان. نريد أن نتحدث عن التفاهم والانسجام الكبير بين ميسي ومبابي، خاصة في تمريرة الهدف الثالث. اللاعبان يلعبان بأعين مغمضة. حقيقة التمريرة رائعة، ولكن اللي زاد شبحها محمد هي بدون ترويض مبابي، يعني برجل إنهاء برجل اليسرى، حتى ماهوش يساري، ولكن تشوف هذه عظمة اللاعبين الكبار. نعم. محمد، عطينا صورة مبابي هداف تاريخي للبي اس جي. إذا مبابي يلبس تاج الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان مصافة مع إيديسون كافاني في مباريات أقل كثير من إيديسون كافاني. هل أصبح مبابي الآن أمين يناطح أساطير البي اس جي والدوري الفرنسي؟ ماشي أساطير البي اس جي، خلاص تفوق عليهم محمد، راه هو الهداف التاريخي في سن 24 سنة الآن. 24 سنة. نعم. تقريبا كما قال لك عمي محمد، هذا الموسم يظهر مبابي، يظهر باريس سان جيرمان، يغيب مبابي، يغيب باريس سان جيرمان، والنتائج تؤكد هذا الكلام. لذلك اول عقبه او اكبر هاجس ينتظر اداره فريق باريس سان جيرمان هو هاجس الحفاظ على كيليان مبابي للمواسم المقبله. نعم. رحيل كيليان مبابي عن الفريق يعني رحيل 70% عن فريق باريس سان جيرمان. نعم، تحدثنا عن علاقه مبابي وميسي، اعطينا الفيديو من فضلك يا حمزه. ميدو، غياب نيمار ربما عاد بالفائده على نيمار او على مبابي وميسي. اكيد، حتى في الصحافه الفرنسيه يتحدثون في الفتره الاخيره عن تقرب مبابي اكثر من ليونيل ميسي. تقربوا من ليونيل ميسي، علاقتهما داخل الميدان اصبحت قويه، حتى في غرف الملابس ربما ما يحدث في الخارج، يعلمه الكثير، خاصه انه ميسي في باريس تقريبا لم يلاحظ
خارج اسوار منزله ولا الفندق الذي يقيم فيه كثيرا في مدينه باريس، يعني ما نعرفوش العلاقه بيناتهم خارج. مبابي يحتفل مع ميسي، يحتفل مع ميسي، وكان صور العناق اثناء المباراه ايضا بعد تمريره ميسي الحاسمه في الهدف الثالث. اقتراب مبابي من ميسي يزيد اكثر من قوه علاقه مبابي مع ميسي، يزيد اكثر من قوه بي اس جي في باقي ما تبقى من الموسم، ما تبقى من ايام ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان. نعم. لو سمحت محمد، شوف التمريرات تمشي للتمريره اجمل ولا الهدف اجمل؟ لا الاثنين ما نريد نختار. لا الاثنين قبل ما نختار محمد. التمريرات الحاسمه تاع ميسي ميدو ما شافش شحال عنده في تيجي. لا شوف ما على بالي، شوف مع مبابي شحال من تمريره حاسمه اللي استغلها مبابي. لو ما كانش مبابي ما يقدرش ميسي من هذاك الكره. عاود رجع لنا الهدف باش نختاروا، هل التمريره اجمل ام الهدف اجمل باختصار؟ لا الاثنين محمد. لا اختار. ما تقدرش تختار التمريره ام الهدف. ما تقدرش تختار الاثنين. انا نختار التمريره. امين. تمريره ليونيل ميسي جميله جدا لكن معروفه عنده تقريبا. تشعر واش تختار تاع امين؟ قلت لك نختار التمريره. اميدو لوجي تمريره يعني مبابي عنده هالتمريره. محمد تعرف الرنه لما الكره تقيس الشبكه تسمع الرنه هذيك. نعم. هدف جميل. هدف جميل. شوف ميسي هذا النوع من التمريرات تشعره كانه يملك نسخه طبق الاصل في جيبه يخرجها متى يشاء. بدا يسربي فيها. شحال عنده من تمريره بهذه الطريقه ميدو؟ عنده تمريرات كثيره جدا مثل هذه الطريقه، ولكن كما قال لك محمد لازم يتوفر مهاجم ذكي مناسب. بارك الله فيك، مهاجم ذكي كيما سواريز ولا نيمار ولا ميسي باش ميسي يقدر يمد الكرات. باش ميسي يقدر ماشي يمد، هو يمد هذه الكرات بصح اسك يفهموه اسك تنجح هذه التمريرات. نعم. مارسيليا خسر كل شيء في هذا اللقاء رغم بدايته القويه. ضيع هدفين في بدايه أول المباراه، 10 دقائق ضغط رهيب جدا مارسه لاعب اولمبيك مارسيليا على باريس سان جيرمان. بعدها تشعر وكانه تاثر نفسيا بعد الهدف الذي كان مخالفا لمجريات اللقاء. هدف مبابي الاول. نعم هدف مبابي الاول وتلا هدف ميسي مباشره. نعم. سريع جدا. سريع جدا سرعه الهدفين، الفريق الزمني القصير جدا بين الهدفين قتل لاعبي مارسيليا نفسيا. ما هو سبب خساره مارسيليا المذله ميدو رغم انه كان قد تفوق في الكاس منذ اسابيع على البي اس جي؟ بي اس جي كان اكثر حضور مباراة مثل هذا كلاسيكو، يعني لا يلام البي اس ما يكفيش انك تلعب فيها 10 دقائق فقط. لا يلام المدرب سيب. ايضا محمد لانه المدرب حاول ان ماشي حاول استنسخ الطريقه التي لعب بها التي واجه بها فريق باريس سان جيرمان في الكاس وفاز عليه وطبقها في مباراه الامس، ولكن كان هناك فارق شاسع يا محمد وهو غياب مبابي وجود مبابي. غياب نعم. مبابي في الكأس وجود مبابي في مباراة الأمس. واش قلنا؟ قلنا قبل عدة حصص قلنا أنه وجود كنا نتكلموا على مواجهة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، قلنا مجرد وجود مبابي على أرضية الميدان يدفع أي مدرب في العالم إلى تغيير خطته وإلى وضع خطة تتناسب مع وجود مبابي. نعم. لهذا خطأ تيودور في مباراة. لكن أجمل ما في الموضوع هو التيفو الرائع لأنصار نادي مارسيليا نشاهده سويا. تفضل ميدو أو بن شابير لمحاولة تيفو يعبر عن مدينة مارسيليا عن تاريخ مدينة مارسيليا. مدينة مارسيليا وملعب الفيلودروم بحلته الجديدة ولا كاتدرال ديالها. كاتدرال لا فيل دو مارسيليا. عندي صديقي كان متواجد هنا في ملعب فيلودروم.